الازهر بقى بيعمل ايه؟ ماذا يفعل الازهر؟ من يوم ما الريس قال ان احنا محتاجين ثوره دينيه، ماذا فعل الشيخ الازهر حتى الان؟ عملوا ايه؟ ايه الشيء اللي انت حاسينه في المجتمع؟ ايه الشيء اللي انتوا حاسين ان دي جهه بتقف قدام فكر مضلل، قدام فكر ظلامي؟ انا بقول للشيخ الازهر للمره الثانيه، اتنحى يا اخي يرحمك الله. لو مش قادر وتعبان وعيان وزهقان سيبها لحد تاني، هنموت، هنموت بسبب سلبيتك، هنموت بسبب ضعفك، هنموت يا اخي. ربنا يكرمك، سيبنا نعيش. عشت سنين كلها ووصلتنا الفكر منحدر، ما قمتش باي دور. اصل انت بني ادم مش نبي، يعني لا قدسية لك. انت موظف، يا تعمل شغلك صح يا تعمله غلط. ماذا فعلت؟ والله العظيم انا حاطط ده في رقبة السيسي شخصيا، رقبته في رقبة السيسي، ان هو يقول للشيخ الازهر استقيل يا مولانا، استقيلوا يرحمكم الله، استقيلوا انت والنائب الاخواني بتاعك اللي وقف خطب في رابعة، اللي قاعد لغاية دلوقتي. مش فاهم ايه ده؟ شعب ايه ده؟ مؤسسة ايه دي؟ بنموت بنضيع، عيالنا دماغها بتروح، ودول قاعدين موظفين في التكييف بتاعهم وبتاع، ملوش حاجة. انت شفت شيخ الازهر بيخطب في حتة؟ بيتكلم في حتة؟ بيعمل أي حاجة؟ نزل الصعيد، راح بحري، كان في مصيبة راح عزة فيها. استقيل يرحمكم الله، وده في رقبة السيسي اللي هم بيقولوش امشي يا مولانا، امشي يا مولانا وكفاية كده، كفاية خدت حقك تالت ومتلت، تلات اربع انظمة قاعد فيها تعملش حاجة. لا تعليم في الازهر كويس، ولا فكر بيتم تغييره، هنضيع. الصمت يا جماعة في الحاجات دي جريمة، جريمة. ما ينفعش يسيب المجتمع. هم بيعملوا مؤسسة تانية والأتراك بيصرفوا والإخوان بيصرفوا عشان عارف إنها معركة فكر، هي مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال إن الفيديو ده من شهر 2، يعني مش معمول حديثا، بس مهما كان مش مفروض إن حد يتطاول على شيخ الأزهر، يعني ممنوع التطاول على الأزهر وشيخ الأزهر بالشكل ده.